تستضيف تونس ابتداء من يوم غد الثلاثاء 26 من الشهر الجاري وحتى يوم السبت 30 من نفس الشهر فعاليات الدورة 12 للمنتدى الاجتماعي العالمي، وهي أول مرة ينتظم هذا المنتدى في دولة عربية، لتكون تونس ثالث دولة إفريقية تستضيف المنتدى بعد كينيا والسنغال. لأول مرة تحتضن تونس المنتدى الاجتماعي العالمي، هذا المنتدى الذي يعتبر أكبر تجمع بشري وحواري في العالم ليبحث في مسائل تتعلق بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية. هو فضاء للنقاش الديمقراطي للأفكار وصياغة الاقتراحات والتنسيق بين الحركات الاجتماعية والشبكات والمنظمات التي تعارض الليبرالية الجديدة وهيمنة العالم بواسطة الرأسمال وكل أشكال الإمبريالية. هي رسالة لكل من معناها ما يراش ضمانة للتعايش ولحق الآخرين، معناها ويحطوا في معناها اهتماماته الرئيسية، وكما قلت ما يمزجش بين البعدين الاجتماعي بالاقتصادي، راهو ينجم العالم يبقى تعيش فيه بؤر توتر، وهي فيه كثير الآن. وفي إطار الاستعدادات لهذا المنتدى، نظم الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم ندوة تحضيرية للتنسيق بين النقابات المشاركة في هذه التظاهرة، والتي من المتوقع حسب المسؤول عن التحضيرات اللوجستية مشاركة 70,000 شخص ضمن فعاليات هذا الحوار. هذه التظاهرة ستكون مسرح للقاء أكثر من 4,000 جمعية، هناك أكثر من ما يقارب 1,700 جمعية تونسية تشارك، وأكثر من 2,300 جمعية من خارج تونس من 135 دولة. هؤلاء يمثلون كافة طيف المجتمع المدني، هناك جمعيات، هناك منظمات حقوقية ونقابية. نحن هنا لنمثل الحركة النقابية التي ترجع لنا بالنظر مثل إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وبريطانيا وغيرها من الدول، وإذ نحن نعتبرها فرصة ذهب تخول لنا للالتحام بحركة اجتماعية جديدة في دول جنوب المتوسط. تتسابق الحركات الاجتماعية في العالم والنقابات العربية للمشاركة ضمن فعاليات هذا المنتدى، والذي تعتبره مجالا لطرح العديد من المسائل خاصة تلك المتعلقة بالحريات. النقطة الأساسية بالنسبة للنقابات العربية الموجودة حاليا على التراب التونسي والتي ستشارك في المنتدى العالمي، هي النقطة الحساسة بالنسبة لنا، هي مشكل الحريات في الدول العربية. المنتدى ينعقد تحت شعار الكرامة، الذي كان من الشعارات الرئيسية للثورة التونسية التي أطاحت في 14 من جانفي بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. ويحضر معنا سيد عبد الرحمن الهذيلي المنسق العام للمنتدى. سيد عبد الرحمن، مرحبا بك. أكيد يعني تحذيرات كبيرة تعيشها تونس لاستقبال ولتنظيم هذا المنتدى، يعني كيف كانت أهم التحذيرات؟ صحيح، احنا في يعني في آخر مسار التحذيرات حركية كبيرة يشهد المركب الجامعي المنارة تونس واحد، كذلك عديد المبيتات الجامعية اللي سوف تستضيف العديد من بلدان الجنوب، لأنه نعرف أن الجمعيات اللي عندها إمكانيات مادية من بلدان الشمال حزت في النزول، لكن على اللجنة التحضيرية يعني توفير فضاءات بالنسبة للسكن للجمعيات التونسية القادمة من المناطق الداخلية، وكذلك الجمعيات القادمة من البلدان الإفريقية ومن أمريكا اللاتينية ومن عديد الأقطار العربية. نعم، يعني المشاركات كبيرة، يعني الحديث حتى عن 70,000 مشارك، يعني نصل إلى 70,000 مشارك، لأنه التسجيل إلى حد البارحة يعني إلى حد يوم السبت ليلا يعني كي شفنا عدد اللي أكدوا الحضور نتاعهم واللي سجلوا جاوزنا 30,000، علاوة التسجيلات يوم الأحد، وخاصة الضغط الكبير اللي اليوم وصول يعني مئات الجمعيات اللي وفدت اليوم على تونس واللي تواصل وفودها غدا وبعد غد. نعم، يعني أهمية هذه المشاركات بطبيعة الحال ودورها، خاصة وأنه تونس يعني تعيش على واقع فترة انتقالية، أكيد أنه كل أنظار العالم تتجه لها. أكيد يعني انعقاد الدورة 12 في تونس هو تتويج للثورة التونسية،
تتويج للحركات الاجتماعية في تونس في العشريات السابقة وكذلك لعموم القوى الديمقراطية. يهمنا انعقاد الدورة هذه خاصة يعني سنتين بعد الثورة وفي ظل مرحلة انتقال ديمقراطي لتعميق النقاش مع الفاعلين الاجتماعيين الجدد، مع الفاعلين الاجتماعيين، مع المجتمع المدني الدولي في كل القضايا وفي انعكاسات سياسات النيوليبرالية على بلدان الجنوب ومنها تونس. نعم يعني الأكيد يعني حتى تستثمر تونس أهمية هذا المنتدى، يعني كيف سيتم تقديم تونس بعد الثورة في هذا المنتدى يعني من خلال البرنامج؟ أكيد احنا بالنسبة لنا هذه مناسبة وفرصة وضرورة التقاطها من طرف شباب تونس، من طرف نساء تونس، من طرف المجتمع المدني والحركات الاجتماعية في تونس من أجل تعميق النقاش مع الفاعلين على المستوى العالمي في كل هذه القضايا وكذلك طرح الأجندات ما بعد المنتدى الاجتماعي العالمي. نعم السيد عبد الرحمن لهذيلي المنسق العام للمنتدى الاجتماعي والعالمي، شكرا جزيلا لك. استعدادات أمنية هامة لإنجاح هذا المنتدى الاجتماعي العالمي والذي ستنطلق فعاليته بتظاهرة ثقافية بقبة المنزة، ويتخلل المنتدى سلسلة من العروض الثقافية على امتداد فعاليات هذه التظاهرة. استعدادات متنوعة من أجل إنجاح احتضان تونس للمنتدى الاجتماعي العالمي أكبر تجمع سنوي لمناهض العولمة، استعدادات يعتبر توفير الأمن من أبرز الجوانب فيها. بالنسبة للوزارة الداخلية قامت بجملة من الأجراءات لتسهيل أولا دخول المشاركين في المنتدى ذي الكل، ثم قمنا بإجراءات أخرى على مستوى مقرات الإقامة، على مستوى تأمين الأنشطة، على مستوى تأمين المسيرات اللي باش يقوموا بها. احنا قمنا بعديد من الإجراءات سواء المرورية سواء الأمنية لتأمين المشاركين في المنتدى هذا، وإن شاء الله المنتدى يتعدى على أحسن ما يرام. احنا ندعو المواطنين للامتثال إلى القانون والامتثال للإجراءات اللي باش تقوم بها وزارة الداخلية. هذا وقد أقرت إدارة شرطة المرور بمناسبة افتتاح المنتدى غدا تغييرات على حركة الجولان في العاصمة. يوم قبل التظاهرة إجراءات أمنية وخيام انتصبت بقلب العاصمة احتضنت فقرات تنشيطية مختلفة في انتظار أنشطة أخرى في الأيام القادمة. الضيوف بدأوا يتوافدون، فالتظاهرة ستكون مسرح اللقاء أكثر من 4000 جمعية من تونس ومن 135 دولة من مختلف بلدان العالم يمثلون كافة أطياف المجتمع المدني. من خلال هذا المنتدى ضم صوتي إلى أصوات من هم ضد هذا العالم غير العادل كي يكون هناك أكثر توازن، كي تأخذ قرارات هذا المنتدى وسياساته وتكون متأثرة باقتراحات الشعوب بما يفكرون فيه وما يريدونه. الاستعدادات ختمت بزيارة تفقدية قام بها اليوم الوزير لدى رئيس الحكومة نوردين البحيري مرفوقا بوزير الداخلية وعدد من المسؤولين إلى المركب الجامعي بتونس، حيث تم الاطلاع على مختلف في الفضاءات التي ستحتضن المشاركين في المنتدى. بلادنا تستعد بكل قواها بمكونات المجتمع المدني وبدعم كذلك حكومة الثورة من أجل أن تنجح هذه التظاهر، من يكون أنه استقبالنا لضيوفنا واحتفانا بهم واحتضاننا لهم في مستوى ما يعرفوه على تونس وفي مستوى ما نطحوله. نتمنى إن شاء الله للتظاهر هذه كل النجاح والتوفيق. مجهودات بذلت من أجل إنجاح تظاهرة عالمية تقام لأول مرة في بلد عربي. ويحضر معنا السيد خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية، مرحبا بك سيد الوزير. دولة عربية لأول مرة يتم اختيارها لاحتضان هذا المنتدى الاجتماعي العالمي، تونس اليوم تحتضن هذا المنتدى، يعني أهمية اختيار تونس في هذا الظرف؟ هو تتويج للثورة التونسية واعتراف أن الثورة قامت على المطالب الاجتماعية ثم على الحرية. واليوم تونس معناها تفتحت فيها المجالات ومساحات التعبير الحر والتنظم الحر، وهذه معناها ثقة اللي أعطاها المنتدى الاجتماعي العالمي في تونس من أنها تنظم اللقاء هذا في تونس، وهذا مهم. وإحنا الدولة والحكومة والمجتمع المدني معناها قابل الرهان هذا، ورهان كبير ونحب نشحوه. نعم يعني منتدى بهذا الوزن العالمي كيف يمكن لتونس أن تستثمره سياسيا يعني وحتى تروج لصورتها اليوم؟ احنا نحب نظهروا لتونس قادره باش تنظم ملتقيات بالكثافه هذه وبالعدد هذا وبالتظاهرات المتنوعه
أول حاجة. وثاني حاجة أن المساحة متاع الحرية في تونس اليوم تتسع لأن نحتضن جميع المنتديات العالمية اللي تنجم تقع في بلادنا. واليوم الحرية في تونس ولات معناها واقع ملموس والدليل على أنه تم الاختيار على تونس للتنظيم. فالمنتدى العالمي ما يجيش في بلاد فيها قمع وديكتاتورية وفيها منع الحرية التعبير. فالاختيار على تونس هو دليل على أنه تونس اليوم فيها مجال من الحرية واسع يمكن من الفاعلين الاجتماعيين في العالم أن يجيوا هنا ويتحاوروا ويشاركوا. احنا ثم قرابة 700 صحفي الأخبار اللي عندنا بش يشاركوا من جميع بلدان العالم، 135 دولة بش تشارك، جنسية بش يشاركوا، جمعيات، منظمات، برلمانيين. نعم. ثم حتى وزراء. نعم. بش يجيوا بصفتهم الشخصية. نعم، هذا الأكيد يعني أنه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي اليوم يعني ماذا يمكن أن نقدم لمثل هؤلاء الضيوف عن ما تحقق في تونس اليوم، يعني وخاصة نعرف اللي تونس تعيش يعني مخاض اجتماعي واقتصادي كبير وتحديات يعني كبرى في ظل تنامي المطالب الاجتماعية والوضع الاقتصادي اليوم يعني وما يواجهه من تحديات. زوز انعكاسات إيجابية نجم تقع لتونس من الملتقى هذا جانب السياسي بطبيعة حال الصورة العامة هو أن الأمن يجب يكون متوفر، وإحنا نحرص على أنه الأمن يكون متوفر والتنظيم يكون متوفر. التنظيم مش موكول على الدولة فقط وإنما على المنظمين، لكن كذلك زاد الجانب السياحي. اليوم نعرف تونس واليوم هذه تجب تكون انطلاقة مبكرة للموسم السياحي في تونس، ويمكن أنه الناس اللي جايين بش يقعدوا وبش يعرفوا بصورة تونس ويمكنوا أنه الموسم السياحي القادم يكون أكثر نجاح من الموسم السابق. شكرا لك السيد خليل الزاوي وزير الشؤون الاجتماعية على الحضور معنا. وقد أفادت إدارة شرطة المرور أنه بمناسبة افتتاح المنتدى الاجتماعي العالمي وتنظيم مسيرة تطرأ غدا تغييرات على حركة الجولان في العاصمة. فحسب ما أفادت به إدارة شرطة المرور فقد تقرر منع جولان ووقوف جميع أصناف العربات غدا بشارع الحبيب بورقيبة في جزئه الممتد من مفترق شارع الجمهورية وشارع بورقيبة إلى غاية ساحة 14 جانفي وكامل شارع محمد الخامس وشارع شارل نيكول بداية من الساعة 2 بعد الزوال وشارع 10 ديسمبر بداية من الساعة 5 مساء. وستنطلق مسيرة عشية الثلاثاء انطلاقا من ساحة 14 جانفي وصولا إلى الملعب الأولمبي بالمنزة مرورا بكامل شارع محمد الخامس وساحة باستور وشارع شارل نيكول وشارع 10 ديسمبر. ودعت إدارة شرطة المرور مستعملي الطريق إلى استعمال الطريق الشعاعية X2 وطريق المغرب العربي طريق الزاد 4 وشارع البوعزيزي للوصول وإلى وسط المدينة.